شو بدنا نعمل اليوم؟ شو بدنا نعمل اليوم؟ موضوع كثير مهضوم. ما رح نعمل ميك اب، لا هلا بنشوف شو رح نتعلم. اليوم رح نتعلم شيء اسمه كروماتيك سيركل، يعني كيف ندمج الالوان مع بعضها، يلي اسمه كولور ويل. هلا رح فرجيكم كيف ندمج الالوان مع بعضها، لانه الالوان مقسمه كذا مجموعه، ما فينا نخلط حيلا لون مع لون ثاني، بيضرب على جري، يعني بيضرب على رمادي يلي هو بيطفي لي المكياج. انا وقت بدي اعمل ميك اب بدي اعيش المكياج تبعي، بدي اخليه يضوي يعطي اكلا، ما في حيلا لون استعمله مع الثاني. هلا تنفسر اكثر تتفهم علي شو عم نحكي، رح ارسم انا هون مثلث. هذا المثلث بدو اقسمه لثلاثة، اوكي؟ ثلاث الوان اساسيات يلي هن اصفر احمر وازرق. ليه هول ثلاث الوان اساسيات؟ لانه من هول الالوان اكتشفوا انه بيطلع شو مثلا؟ انه اكتشفوا منهم مع بعض الالوان، يعني كل ما تمزج ايه هول الالوان الاساسيه اذا خلطناهم مع بعض هول ثلاث الوان بيطلع لي اكبر موسوعه الوان يلي ممكن نوصل ل 133 لون. هيدا بيساعدنا كثير بالمكياج. هلا رح تشوفوا كيف، لانه انا بس تيجي لعندي صبيه لاعمل لها ميك اب ما فيي مثلا استعمل لها لون بني حط معه زهر بيضرب على رماده. الالوان ضد بعض ما في استعملهم مع بعض بالميك اب. هلا هون عندي هيدا اللون الاصفر وعندي اللون الازرق. هيدا الويل، هيدا الدولاب، الدولاب الالوان بيقولوا له اخترعها نيوتن من 1700. لكم من اي متى؟ لانه في اصول بالشغل بالميك اب، يعني انا ما في اخلط شو ما كان مع بعض. وفي مثلا لونين ممكن يعملوا لون واحد، ما فهمت؟ يعني ممكن مثلا مثلا احمر واخضر يعملوا لون ثالث. ايه هلا رح افسر لكم كيف. إذا أنا جيت خلطت الأصفر مع الأحمر شو معقول يعطيني؟ أورانج. مزبوط. هذا الأورانج بدي أحطه هون، الأورانج يعني برتقالي، أوكي؟ هذا الأورانج حطيناه هون. إذا خلطت الأحمر مع الأزرق شو بيعطيني؟ موف. موف يعني هو البنفسجي بالعربي، البيربل. هذا البيربل حطيناه هون، وبس اخلط الازرق مع الاصفر شو بيعطينا؟ اخضر. اخضر مزبوط. برافو شاطرين صبايا. هذا لون الاخضر. هيدي الاحمر والاصفر والازرق هول الالوان الاساسيه. هول الالوان الثلاثه اللي طلعوا لي اسمهم الوان ثانويه. هلا بدنا نطلع الالوان التكميليه، بس انا ما رح كبرها كثير، رح نعمل بس ثلاث دائرات. برجع باخذ الاصفر لحاله لون الاساس. اذا انا قسمته بالنص اول شيء راح تلاحظوا انه هيدي الدائره قد ما تكبر ووصلنا لل 133 لون ما راح يكون عندنا لون اسود ولا لون ابيض ولا لون رمادي. قد ما نكبر ليه؟ حدا بيعرف ليه؟ لانه الالوان ناسها مع بعض، يعني لا بتعطينا لا. لا لانه اذا حطينا الاسود بيغمي على كل شيء، على كل الالوان. لا فيه تحطي كثير الوان هيك في الصوب بيطلع رمادي من كثره ما هيك بدي الرمادي هو اول شيء اذا قسمناها على النص بيطلع لنا الالوان الدافيه والالوان البارده، تعرفون بالميك اب هيدا كلوخ فواد وكلوخ شود، مش سامعين فيهم؟ الاصفر الاحمر الاورانجي ايه هول كلهم لازم يكونوا من مجموعه وحده، والازرق والموف والاخضر فاتح والبيستاج لازم يكونوا من مجموعه ثانيه. انا اذا استعملتهم مع بعض هول خلطتهم مع بعض رح يضرب بالمكياج على شو؟ على رماده. انا قتلت الميك اب. كيف بستعملهم هول فوق بعض؟ فوق بعض في لون بده يقتل الثاني ببين اللون اللي عم بيستعمله، بس ما في اخلطهم مع بعض. الاسود ليه مش موجود؟ الاسود وين مطرحه؟ هون بالنص. يعني حسب الوحده شو الكيس تبعها. اذا عندك كثير اسود تحت عينك بدك تجيب الاورنج كرمال يقدر يخبي. طب ولو عايزه مثلا اخبي حبوب؟ الحبوب بالكونسيلر بس ما بعملش معي حاجه كونسيلر. لا انت مش عم تعرفي تخبيهم بتكوني. استعملت من عندي حنان كان لون اخضر؟ لا حطيته هنا. لا الاخضر ما بيخبي الحبه، الاخضر قلنا بخبي اذا في احمرار بالوجه بس، يعني مثلا هون ايه مثلا هون على زاويه المنخار.
الخدود اللي بيكونوا حمر، بس الحبه ما بتغطيها بس تحطي فاونديشن على وجهك. بدك تجيبي كونسيلر شوي يكون سميك، وقلت لكم انا كل شيء تخبيه بالضرب تابوت ما بيقولوا له، انه هذا الشيء كمان الالوان بيطبق علينا. يعني مثلا حنان بتقلي بالبرايم حطي لي لون على تنقول زهر، هي بكثير بيلبق لها لون الزهر، بس هي مش عارفه ليه، لانه من الوانها، لانه كل وحده منكم كل وحده منكم عندها الالوان اللي بتلبق لها. انت فيك تطلعي حلوه بالزهر مثلا، بس اذا حطيتي بني رح تطلعي اجمل. صحيح. الزهر شوي رح يطفيكي، عرفتي؟ مش كرمال هيك انه يطلع على بالكم تحطوا اللون بدكم اياه. يعني شو بيلبق لكم حطوا. انا بحب الموف او البيرفل قوي، كثير بيلبق لك. حطي لي بقى الغامق. شو الغامق؟ أول غامق يعني انا بحس انه بيبالي الفاتح فاتح. لكن الحمرة اللي هيدي كانت عم وجهها. هلا في شيء كمان بدكم تفهموه، انه كل وحده حسب كيف معوده.